زوجهم في ايد واحده الله على قبركم دايرين شويه عندها شويه صغير تقولوا حيد اختي مجموعه اربعه ما محسوباتش على المدرسه اللي لتحت ما بغاوش يقيدونا فيها مجموعة أربعة في حي الناس الفوق قاطعة بيناتنا غير القنطرة ما بغاوش يقيدوا لينا وليداتنا يعني على محسوبين على السالمية المدرسة ديال بوحتوري قارية فيها أنا وقاري فيها باباها ما يمكنش لا هي وما تقراش فيها عدا ست سنين غنصيفطوها حنا المديونة ولا الهراويين ما يمكنش لينا درية عدا ست سنين غتقرا في الهراويين ما يمكنش يعني أنا غنخاف على بنتي غنضطر ما نقريهاش على حساب هذا الشيء اللي داروا يعني بعدوا عليكم المدرسة بعدوا علينا المدرسة بزاف حنا يا إما يديروا لينا مدرسة قريبة لينا أو قريبة لوليداتنا ذاتنا يا اما غنمنعوا اللي كيقراو واللي ما كيقراش غيتمنع من هذيك المدرسه ما غيقراش فيها يا اما نقريو وليداتنا ولا ما غيقراوش كلشي علاش انا ماماها كنت كنقرا فيها وباها كيقرا فيها والدريه عندها 6 سنين ما غتقراش فيها علاش وانا باقي عندي دري صغير عنده عام وشهرين يعني حتى هو واحد النهار غيبغي يقرا ما نقيدوش فيها فين غنقيد انا دراري فين غيقراو الدراري تقريبا نتوما بيكم حنا تقريبا 30 وحده هما غير الدراري تقريبا اكثر من 30 هادو غير اللي حاسين هادو غير اللي حاسين بين ثلاثه القيصر ديال التحضيري قال لك ما مكتوبينش علينا باقي وليداتكم باقي ما تسجلوش مشينا للمديونه كنقلبوا على العمل ديال المديونه مشينا حتى للسطات حتى للسبيت والو ما داروا معنا حتى شي حاجه عطاونا ورقه مني هبطنا هذه ديال النيابه التحتانيه ديال بن مسيك قالوا لنا حتى حنا ما محسوبينش علينا ما عندنا ما نديرو سيرو ورجعوا للسبيت حنا ما يمكنش لينا غنبقاو نمشيو للسبيت وغنجيو للثانويه نمشيو للسبيت ونجيو للثلاثة ما يمكنش لينا السلام عليكم خويا بخير الله يحفظك هذا تا هو عندك صافي صافي خويا انت اختي السلام عليكم حنا ثلاثه اربعه السيكشورات اربعه الكارتيات المدرسه تنقرا قرينا فيها حنا دابا ما قبلوش لنا ولادنا هذا هو العام الثالث ما تيقبلوش لنا ولادنا حنا اربعه السيكشورات دابا كاينه اربعه السيكشورات تنهودو تيقول لك سير النيابه النيابه ما تدير معنا حتى حاجه عطاونا مديونه مديونه كاينه 12 كولومي 12 كولومي من المديونه ولدي الله غيقرا في التحضيري دابا ما قبلوش لنا الدراري ما كاين لا ترونسبور لا والو ما كاين ما داروا معنا والو دابا شي خسروا علينا اش يقولوا لينا سيروا النيابه حنا تمشيو النيابه تمشيو النيابه النيابه تطردنا تتقول لك سيروا فين تابع للمرشحين ديالكم حنا المرشحين ما عندناش تيجيو نهار ديروا المسافه ديروا المسافه تيجيو اختي نهار الانتخابات تيجيو يدقوا علينا في البيبان انتخبوا على هذا السيد انتخبوا على السيد دابا المرشحين ما كاينينش معنا النيابه تترفدنا المدرسه قرينا فيها حنا بغينا نقريو فيها ولادنا دابا ولادنا ما بغاوش يقراو ما قبلونا حتى حاجه وحنا تنطلبوا منكم تنشروا لنا هادشي باش يشوفوا سيدنا هادشي اللي تنطلبوا شكرا الاراضي هنا كاينين بغاو يديروا لنا مدرسه الاراضي تجيبوا مع سيدنا مدرسه السلام عليكم انا كنهضر بهذا الاسم المنطقه هذه كامله حنا عندنا هذا المشكل ديال التلاميذ اللي صغار دابا داخلين التحضيري الدوسي ديالنا مرفوض مشينا شحال من مره حنا الامهات كاملين وهاد الناس هادو كامل الامهات والاباء اللي كيبانوا لك قارين في هذه المؤسسه هذه هذه المؤسسه هذه حنا قرينا فيها الاولين علاش رفضوا لنا التلاميذ ديالنا علاش رفضوا لنا الاولاد ديالنا حيت حنا قال لك دابا هذا المشروع اللي تبنى هنا في السالميه المشروع الجديد ديال حي النصر يقراوه هما الاولين علاش قالوا لنا باش نعلموا المدير تكلنا
مسمحوا مشينا عند المدير تكلمنا معاه قال لك ما عنديش مشكل سيروا العماله ديال المديونه مشينا العماله ديال المديونه قال لك سيروا العماله ديال تطملين تطملين قال محسوبين شعلينا سيروا بنفسك احنا دابا بغينا احنا على محسوبين احنا على محسوبين اش من عماله احنا ما كاين لا مدرسه لا ما لا حتى شي حاجه احنا بغينا نعرفوا احنا شكون احنا احنا شكون احنا في هذا الدوار هذا الملك كيرفض الهضر المدرسي الملك ديالنا كيرفض الهضر المدرسي هذا هو المشكل كل شيء هاد الاباء قراو قراونا احنا في هاد المدرسه ديالنا حنايا حيدهم حيدهم هذا سي بنتي مشيت عنده قلت له دخلي باش نقيدو تحديد ما بغاوش داكشي المديونه انا بنتي عندها 5 سنين هادشي ديال المديونه علاش يلاه هذه هذه مشكله هادشي ديال المديونه غادي شوشي المدرسه هي الاولى تلقاو في الدين قالوا لي هذه قلنا لها قريت فيها قلنا لها قريت فيها بنتي قلنا قرا فيها هذه عندها 5 سنين غادي تجي المديونه هذه الدريه غتشد هذا ماشي حل هذا الظلم هذا هادشي الظلم هذا ما دام عندنا حل داكشي المديونه يلاه حنا نتشوفوا ها الاراضي حتانا كاينين مسؤولين باش الدراسه هاد الناس محسوبين عليها حنا ولادنا كلهم مزيان قراو فيها ولادنا كلهم قراو في هاد المدرسه شنو بغيتي دابا الواد إذن مشاهدي قناة شوف تيفي حنا الآن كنتواجدوا مع هاد أمهات وآباء هاد التلاميذ اللي غيطلعوا السنة الأولى من القسم التحضيري الابتدائي واللي رفضت نيابة ديال التعليم حسب تصريحهم أنها تسجلهم في أقرب مدرسة كتواجد بالقرب منهم وأنهم صيفطوهم اليوم حتى لمنطقة مديونة اللي كتبعد تقريبا ما بين 12 حتى 15 كيلومتر وهاد الأطفال كتراوح الأعمار ديالهم ما بين 5 سنوات و 6 سنوات ما كاينش ترونسبور كانوا داروا شي احياء شوف احياء وهذوك شي احياء ما داروا لهم لا مدرسه حيدوا لنا الوليدات الله يرضي عليكم هاد الدراري حيدوا الله يرضي عليك وما داروا لهم لا مدرسه لا والو جوج مدن تبناو جوج كارتيه تبناو ما داروا لهم لا مدرسه لا والو داروا لهم جوج مدارس بريفي هاد الناس ما بحالهمش باش غيقريو ولدو بريفي 16000 او 70000 تيخلصوا في الشهر هاد الناس ما بحالهمش داروا جوج مدارس بريفي حنا مدرسه غيقراو فيها عمل على قد حنا خصنا مؤسسه تعود عماله عملية اللي كاينة دابا حنا كاينين 64 شهور ولا 5 كاينة مدرسة واحدة باش نتقاتلوا عليها حنا قرينا فيها حنا قرينا فيها حنا دابا هاد الناس بحالهم دابا نتوما جاتكم بعيدة المدرسة وما كاينش تخوف ديونا أستاذة بعيدة علينا قرينا فيها حنا مجوجين دابا بلادنا مجوجين هاد المدرسة اللي حيدوا لنا دابا هما عاش الملك كانت غير مراكة أنا